estar bombastic. الرقص بدل ما تجيب فيلم الارهاب والكباب فيلم الارهاب والكباب وتجيب المواطن بيشتكي ايوه بس فخامتك ما عجبكش خلى البلد خصم لا لا ستوب ما تقولش الهجوم على مصر خلى البلد ايه يجب ان نفرق بين مصر وبين حاكم مصر او حكومة مصر لكانت البلد دي زي كل البلد اللي انتوا شايفينها وليس لاحد ان يدعي انه هو مصر الكلام ده راح زمان ما قامتش تاني ولا ترجع تاني خلاص من ايام لوي 14 لما بيقول لك لتايموا ابدا ولكن الحكومات متغيرة اللي يروح يروح ما يرجعش ومن حق الواحد أن يبدي رأيه في سياسة الحكومة الله فخامتك يا ريت تقول لنا بقى إيه هي حرية الرأي وهل حرية الرأي هي حرية التعبير و يعني أيوه ايه رأي فخامتك في هذا الرأي وفين بقى في مجمع التحرير سعادتك وهذا الرأي ما خلاش السلبية خصم فخامتك فيلم الإرهاب والكباب ضد الحكومة بتاع أحمد زكي انت المفروض تخلي السلبية خصم الأفلام دي ضد السلبيات حضرتك المواطن اللي ما بيشتغلش هو اللي خصم كان البلد مش خصم فخامتك الافلام دي افلام عظيمه لما حولتها قسم في 2011 هدوها واذا كانت اتسببت في ثوره 25 يناير 2011 خلوها ايه هدوها فهي اللي ليها الفضل على سعادتك وفخامتك فين الولد اللي خليتنا نتمتع نبقى حضرتك الرئيس يعني فضل عليك وفضل علينا انت الرئيس 2001 سكنتك امك خسيت عاوز افتح لما يا تمام ومية صافي برافو انا مبسوط منك انا حبيبك في الاخر شكلهم ايه بقى الارهابيين دول قلت لا انا لهم انا مش لهم 2011 عمرك ما كنت هتبقى الرئيس مش هتاك في شرح بيني وبينهم راحة يا سيادة اللواء بالراحة يا اخي مش كده ماركو الاسك شوف حوز بالاسك مش كده قول شفت ايه هناك كله عامل فيها احمسة بومباستيك راجل بلعبة طويلة وشفت ايه ماركو الاسك شوف حوز بالاسك كمان اتكلم تموتني وقالك سكلتك امك كله عامل فيها احمس عبو ماسك ماركو بلاستيك وايه قولي قولي معهم كان معهم سلاح معهم مدافع ونادي كلام وسط الناس بلاستيك كله عامل فيها احمس عبو ماسك وكل حاجة معهم وعايزين يعني دولة علمانية غمض عينك لو حتادية ودولة تحترم حقوق الإنسان انت الأغنية والدنيا المزيكا ودولة مظبوط فيها دستور مفعل امشي معاه ادخل جوه عايزين نفعل مواد الدستور المادة اللي هي بتاعت الرئاسة دي غير بطلة غني بإحساس ونزلوا 29 انا في طريق الميدان التحرير اهو لو حد نشاز دنيا دوامة والفيديو بس مباشر ده علشان خاطر الناس تنزل التحرير الثورة وانا في طريقي الى ميدان التحرير وما فيش عوام سيب نفسك خالص على النيل شارع النيل اهو العظيم والفعل يضرب الدنيا عزالة مش مستاهل ما تفكرش في بكره دلوقتي احلى نزلوا لنا كده مصر مصر
عندما تينا ربنا لسه بلا تشاب بلا تشاب بلا تشاب 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 نجاسيز وبيس عندما تينا ربنا لسه كريسا يومي توقان إفرانيس No justice, no peace. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fagli un sec. E le zanzare, duro lavoro. Mi tocca il capo in piedi. Il suo bastone, bella ciao, bella ciao. No justice, no peace. Bella ciao, 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 il capo in piedi. النهارده 20 داحية مصر داحية مصر داحية مصر ويسقط احتلال العسكر البغيط ويسقط النخل ولا بلح النخل او النخل النخل ويسقط بلح No justice, no peace. Qui passiamo, oh bella ciao, bella. Ciao bella, ciao 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 e ogni ora. E qui passiamo, noi per via Braggio. وإلى طريق إلى ميدان التحرير أشارككم وأدعوكم إلى النزول عايزين الساعة 7 نسمع الدنيا كلها. إن إحنا نرفض هذا الظلم ونحن لسنا شعب جبناء ونحن نقف مع المظلومين كله تعور. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. فما بالك بصمت النخبة وما بالك بصمت النقيب نفسه وصمت الفنانين ومخرجين كبار.